السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، تحية جديدة متابعينا الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية، وانتم كتابعوا هذا الفيديو متابعينا داخل وخارج أرض الوطن، متابعينا من الوطن العربي. الشكر موصول لكم جميعا على الثقة ديالكم، شكرا كذلك للأوفياء على الدعم ديالهم لهذه القناة المتواضعة، كذلك الوافدون الجدد كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم، على الثقة ديالهم، على الالتحاق ديالهم بالقناة، ونتمنى ودائما نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله يا رب العالمين. فطبعا قبل ما نبداو في فقرات هذا الفيديو، نتمنى كذلك إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة أنك تفعل زر الجرس الاشتراك في القناة إذا عجبتك القناة، وما تنساش واحد لايك كدعم لهذا الفيديو. متابعينا الكرام، طبعا آخر فيديو درته وتكلمت على مجموعة من النقاط، محاولة لزهير أنه يبرر أو يثبت أنه ما كذبش في قضية ديال التلفاز، ولكن قبل ذلك غادي نتكلموا على واحد النقطة اللي أثارت انتباهي، اللي هي أن يسرى خرجت في فيديو قالت أنه الطلاق دفعته، ولكن عندي شي أمور ديال لاكارت ناسيونال أنه خصني نصايبو من شهر 7 على ما أظن، ما صايبتوش وبزاف ديال الأمور. بزاف ديال الناس قالوا لي سواء في التعاليق أو لا في الخاص أن يسرى ما دفعتش الطلاق لأن ما يمكنش إلا بالبطاقة الوطنية. شوف هاد الأمور أنا ما عارفهاش لأنه لم يسبق لي، كيقول لك سلم جرب ما تسأل الطبيب واش انه دفعت الطلاق ولا ما دفعتوش، حتى الا ما كانتش مازال ما دفعتوش لانه خاصها لاكارت ناسيونال، وداك الشيء علاش خاصها تصايب ضروري لاكارت ناسيونال من اجل انها الطلاق. الاهم من هذا الشيء كامل هو انه يسرى قالت خصني نطلق قبل ما نولد، هي قالت هذا الشيء زعما باش تهنا لانه مصر على الطلاق، كما قالت في اللايف ديالها ان هاد السيد بهاد التصرفات ديالو بهاد الافعال اللي ولا كيدير، خصوصا انه حنا دائما كنتكلموا على هاد النقطه، منين تخرج انت كزوج وتجيب واحد البيجامه، يعني هادشي راه غيبقى عار عليك زهير في اليوتيوب. انا تنقولها لك، انت دخلتي اليوتيوب من ابوابه الواسعه في الفضيحه، باش نكون معك صريح، يعني انك باش تجيب بيجامة ديال مرتك هديتيها كهدية ولا كادو لمرتك وتقول انها قطعتها من اجل انه ما نعطيهاش لمرات صاحبي او نعطيها لصاحبي يعطيها مرته ككادو، هذه اولا قلة ادب، اللي كيهضر على الخلق وعلى الادب وعلى الاصول كيعرف شنو هي، فهذه قلة ادب واللي غتبقى لك في التاريخ وفي الارشيف ديال اليوتيوب. فكذلك التلفاز اللي كذب فيها الخوت، وطبعا التلفازة تهرست غير البارح، جبتو التلفازة، جبتي تلفازة، راه قادر انت تجيب تلفازة ب 1500 درهم. شوف انا نقولك التلفازة تنبقاش عندهم قيمة، باش تخرج تقول للناس التلفازة ب 9000 درهم ودير واحد الصورة جايبها من جوجل، مع العلم ان قلت البارح وهضرنا في هذا الشيء انه الناموسية قدرتي تصورها وتصيفطها المول الصرعة اللي كيدير لك المونتاج، ولكن التلفازة كانت بعيدة، التلفازة كانت ناعسة، التلفازة الخوت كانت ناعسة لأنه ما بغاش يفيقها، لهذا دار غير واحد صورة من جوجل تال من بعد مسكين تال البارح عاد فقت هو يصورها، فهمتي؟ باش ما تضحكش على الناس، طبعا كانت ضربة موجعة لك في المصداقية ديالك وحتى دوك الناس اللي كيتابعوك وعاقوا بك وعاقوا بالكذوب ديالك، هذه حقيقة. يعني كاين أمور بزاف، لأن النهار الأول بينتي العطرية وبينتي الكوزينة مهرسة وبزاف الأمور، ولكن ما هدرتيش على التلفازة، إذا التلفازة عاد تفكرتيها، إذا أنت كتحاول الآن أنك تبين على أساس أن يسرى هي الغلطة. طبعا كاين أمور اللي هدرتي عليها، أنك أنت تديني البيران، كنت تديني البلايص فيهم الشراب، كنت تديني فين كان عقلك أنا ذاك، فين كنتي أنت؟ أين زمام الأمور؟ يعني في كنتي انت كان عاجبك هذاك الشيء، حيت كلشي كنخلصو يسرى كنتي كتمشي عادي، ويسرى قالت واحد الكلام، قالت واحد المره بقيتي كتشرب في الدار حداها وهي ما عجبهاش الحال، هذا الشيء هو اللي ضرك، انا عارف هذا الشيء ضرك، ولكن هذه الحقيقه، فانت طلعتي كذاب. الان يحاولون كاع دوك الناس اللي دايرين بزهير واللي كيتبارطاجيو، دابا قناتك ولات كتبارطاجي مرات بزاف، واش انت ما شنو نقول لك واحد القضيه، شتي الانسان اللي كيستعان بواحد الانسان فاشل بحالو باش يديرو كوتش، باش نجيك من الاخر،
هذا انا بالنسبه لي يطيح في عيني. كنعرف ان الانسان باش يجي يوريك شنو دير، لا هاد التصرف، لا هضر زوين النهار الاول المتابع، تقولب على المتابع، كذب على المتابع، قول لهم انا مرتي ما غاديش نضرب فيها، ولكن اليوم فين بقات هذيك مرتي؟ عمري ما غنضرب فيها وولدي وكذا، وليتي كتشوه ليا السمعه على اساس ان داك الشيء ما تقالش. راه تقال ديك القضيه ديال البيران وانها الشيشه وراه بزاف الامور. هي قالت شحال هذه انا جربت هادشي، جربت الشيشه، شنو غادي تجيب؟ شنو غادي تجيب اكثر من هادشي؟ شنو غادي تقول اكثر؟ شنو غادي تجيب شي حاجه ثاني من راسك تحطها عليها؟ القضيه ديال العفن، وفعلا انت كتصور واحد الكوزينه صاحبي وكتصور دار كنت ساكن فيها، نورمال مجيب واحد المراه ولا انت نوض قفط سيق سيق داك الشيء وحيد داك الشيء، اكيد تهضر على العفن ديالك. اولا انت، لان دابا علاش البارح شبهتك بسميره مربوحه؟ البدايات ديال المشكل ديالها مع يونس مربوحه بحال هكا. اذا فالخوت محاوله ديال مجموعه من القنوات انهم الان يغطيو على ديك القضيه ديال الكذوب ديال التلفازه، طبعا واللي جابوا التلفازه تهرست غير البارح باش انك تبين المصداقيه وانك ماشي كذاب وبزاف ديال الامور. فانا كاينه اجوبه ما عندكش لها اسئله، عفوا اسئله ما كاينش لها اجوبه. المتابع عاق وفهم صافي، وخير دليل انه العصا اللي كليتي البارحه في التعاليق ان تيقولوا لك انت كذبتي علينا، اذا راه غتكذب في اي حاجه كتحاول استماله المتابع. البارح مشيتي للنقطه ديال الوالدين، مع العلم ان انت سبيتي الاب ديال يسرى بوكريشا، وما بينك وبينه غير الاحسان. الحاجه اللي بينك وبين بوكريشا هو انه هو كتشاور معاه بنته، انت كان عندك مخطط وتكلمتي كذلك على انك قبلتي بزاف ديال الامور، خصوصا كنتي في المحكمه وسمعتي داك الشيء اللي ما يرضى حتى الراجل اللي سمعه. ولكن في نفس الوقت من بعد ما في الاول لمحتي لزين المحارم ولمحتي انه تتبغي بواها والدواء ديالها هو بواها، تراجعت في الفيديو اللي من بعده وقلتي انه لو كنت عندي شك في داك الشيء ما غاديش نكمل معاك، انا بغيت نبني معاك. الامور الان اللي كتدور في بعض القنوات حقه ما حقه، وحده من عائله زهير طلعت وقالت واش سمعتي شنو قالت؟ الكل الله يخلق قاطع، هذاك الشيء اللي غادي تقول راه قالوا هو، قال انا تحديت العائله ديالي، انا حتى واحد ما بغاها في العائله ديالي، ويسرى تؤكد ذلك. من الاخر التصرفات ديالك كتخلي يسرى انها تزيد تكرهك، فعلا هذه الطريقه ديال التفكير والشعور ديال المراه، يعني كتكون تحس بانها ضعيفه. لان يسرى واخا تكون عندها واحد الشخصيه قويه وتخرج وتواجهك وتهضر على بزاف الامور، كاينه امور انا ما متفقش معها تهضر عليهم نهائيا، لان نتوما الان بديتو كتخرجوا مسلسل جديد ديال سميره مربوحه ويونس مربوحه، داكشي دارت سميره بديتو كديروه دابا نتوما، خصوصا انت اللي كتصور من داخل اللي كتوثق الان، ولكن التوثيق ديالك تفرش خصوصا في التلفازه. حاولتوا بكل جهد انكم تغطيو وتجيبوا تلفازه وتهرسوها الان باش تدوخوا الناس، ولات الامور كتمشي دوك الناس اللي كيعاونوك ودوك الناس اللي كيهضروا عليك انه انت مسحور، انت مسحور. قال لك ان زهير مسحور، سحرت ليه يسرى، دارت ليه السحور في شرويطه وانما ودازت من لهيه ودات. اذا انتم باش عرفتوا انه مسحور ودار ليه في الشرويطه؟ مشيتوا عند شي شوافه؟ اذا انتم كتستعملوا الشعوذه، مشيتوا عند شي فقيه قال لكم راه مسحور ودارت في الشرويطه وكذا، وخاصو قال لك القران وخاصو يرجع يصلي. شو يعني شوف الصلاه دابا هنا فين انا، هنا فين تنبقى غنشوف شي مرات تنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن اليوم في يوم الجمعة خصو يرجع يصلي. يعني الصلاة كتكون غمت كل إنسان مسحور خصو يرجع يصلي باش يتحيد من السحر. الصلاة هي خص دائما الإنسان يصلي سواء في الفرح في القرح، هذه هي شوف الصلاة عماد الدين. وهذا الشيء علاش كنقول لك هاد زهير لو كان تيصلي وتيتقرب من الله، وداك الشيء بينه وبين الله أنا تنقول لكم داك الشيء سوقه، فلو كان انه عرف كيفاش يتصرف مع الزوجه ديالو، عرف كيفاش حتى لو انهم دابزوا وقع ما وقع ويسرى هزت حوايجها من بعد. سمعوا راه الناس ما عارفينش مزيان وما فاهمينش الموضوع، راه السيد بدل القفل ديال الدار، يعني ما تقدرش يسرى، يعني بحال ما بقاتش الدار ديالها، هو اللي متحكم زمام الامور. فيسرى بقات في الدار، هو خرج جمعات حوايجها، خرجت في حالها دارت دارها لان ما عندهاش الحريه.
انها تحل الباب، فهمتوا؟ ما بيش تفهموا علاش هو تيقول لك لا راه هي اللي ماشي انا اللي سبقت عليها هي، وراه لو كنتي كتفهم ما غتبدلش القفل، انت غتخرج وتقول لها ماشي مشكل، لا صافي انت دابا حامله، انت الاولى تبقاي في الدار، يلاه غير شدي دارك، انا نمشي يا سيدي لبلاصه اخرى، انا راجل قاد براسي وكذا وبزاف الامور. انت اول ما درتي من بعد ما مشات شي وصرا ما درتي حتى شي جهد، انت شنو درتي؟ مشيتي جبتي واحد الكوتش من اجل انه درتي قناه باش انك تدخل الادسنس. ما تكذبش على الناس انا بغيت تتوسخ ليا سمعه، وانت راه قلتها لك البارح، انت اولا انا شخصيا واحد دار واحد الخطا مع واحد القصير، اذا على الاقل هدر على هذا الخطا، قول درت واحد الخطا، ماشي انا راه مشات معايا بالخاطر. وكاين بعض الكوليغ تيقول لك اتهمتو بالاغتصاب، انا قلت لكم اوتوماتيكيا النيابه العامه لما كيكون اعتراف من طرفين انه كان واحد الممارسه جنسيه بالتراضي، فواحد طرف هالطرفين اللي هي يسرى كانت قاصر، اوتوماتيكيا هناك متابعه بالاغتصاب صافي، واخا تكون بالتراضي لان القاصر بنت الدوله، وهذا الشيء شرحناه البارحه. اليوم كنشوفوا ان هذا الاتجاه اللي غادي يمشيو فيه باش ينسيو الناس الكذوب والاستحمار ديال هاد الزهير للمتابع وللقنوات، لانه كاين بزاف الناس كي الان تحاولوا جاهدين باش انه يغطيوا على ديك الكذبه ديال التلفازه. تهرسات السيد طيح باطل على يسرى، يسرى خرجت في الرد ديالها قالت انا البيجامه انا اللي قطعتها، وسمعتوا شنو قال؟ قال لك انا كنت خايف نعطيها لشي واحد صاحبي يعطيها لمرته، شوفوا العقليه كيفاش دايره. هنا ملي كنسمع فحال هكا فتنأكد أولا تنقول أن ديك الهضرة اللي قالت يسرى أنه كان كيهضر مع بنات في الواتساب، وكان كي في بعض الأحيان ملي كان كيخاف أنه كيشد النمرة من البنات وكيقول ما نعطيها لصحابي، هاد شنو هو هاد العمل هذا؟ إذا هنا ما فهمتش، أنا ما فهمتش. إذا يسرى كان عندها الحق، ما كذباتش يسرى، خرجت راه كانت كذبتها في البيجامة تقول لك ما قطعتش، شوف شكون اللي قطعها، شوف شنو درتي، شنو فعلتي، انت اللي قطعتي، هي قالت قطعت البيجامه، شي حاجه اخرى ما قستهاش. انا كنشوف ان يسرى ما تتكذبش. وبالنسبه للطلاق اللي غادي نتكلموا فيها الخوت ونوضح مجموعه من النقاط، شوف بالنسبه للطلاق انا بالنسبه لي شخصيا شي يسرى ما بقى عندك فين تزيدي مع هذا السيد، بيناتكم واحد الوليد، هذا السيد ما بقى عندك فين تزيدي معاه. منين يقول لك انه ان هادوك اللي كيضربوا فيك والاعداء ديالك اللي كتهضري عليهم راه قدام باش ضربوا فيك، انا دابا ما عندي بهم حتى غرض، انا الان جاوا وقالوا لي غير خير، وفي نفس الوقت يبغي يبرر تيقول لك وحدين كتفرجي فيهم وهما كيعايروني كيقول شرك بأتاي، بحال دابا انا بحال ناصر بحال شي واحد شي قنوات اخرين اللي كيدافعوا على يسرى بحكم انها امراه مغلوبه على الامر ديالها. حنا ما كندافعوش على يسرى بالماضي ديالها، وراك فعلتي وراك تركتي، لان اللي بغينا راه غير في هذاك الشيء اللي قالت يسرى على الزهير بامكاني ان نخلق موضوع، كيفاش انت غنشد النمره نعطيها لصحابي، هاد النمره كنعطيها لصحابي، خليونا ساكتين لان حنا كنحاولوا ننتقدوا بادب واحترام. شوف يا يسرى انا باش نجيكم من الاخر المتابعين، فعلا كلام ديال بعض المتابعين الان وصلت ليه، هاد السيد ما عندكش فينا تزيدي معاه، لانه هاد السيد غير ما غادي يتمادى، الان كيحاول انه يستقطب العاطفه من بعد الفرشه ديال اولا الكذبه ديال التلفازه ديال بورسعيد بالام ديالو. نتمنى ما تذكريش الام ديالو يسرى. بالنسبه للطلاق انا دفعت يسرى الطلاق ولا ما دفعتوش الطلاق، غير حدا تيحدث على الخوت، ما بقاش فين غادي يرجعوا، لانه خرجت بزاف الامور. ملي يخرج الراجل ويقول تديني البيران ويخلي قنوات يشرشموا في مرتو، رغم انه هذا الشيء تقال وتقال 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 عامين، هذه انها تمشي للوطيلات تديني للوطيل تديني كذا، هو كان عاجبه الحال ديك الوقيته كاع، ما كان تيشوف هذا الشيء كاع، ديك الساعات تبان ليه يسرى كعكه فيها الفلوس كتخلص ماشي مشكل، ولكن الان فاش عاد قال لك سيدي تتديه وعاد تدفع ليه وعاد تترك ليه، ماشي هو سبب الطلاق ديالكم، سبب الطلاق هو بزاف ديال الامور اللي هي بسيطه واللي كنتي انت هي كتقول لك كتعصب كتغوت كتعايرني بزاف ديال الحوايج، كاينه امور اللي ربما دازت عليها في لوحم انت ما عرفتش، انت تعرف. اما بالنسبه للناس اللي كيقول لك الخوت ان يسرى ما دفعتش الطلاق، الطلاق غيوقع دفعته ولا ما دفعتوش، راه ياخذ واحد الوقت كبير الطلاق، واحد الوقت طويل، لانه بيناتهم واحد الوليد، اولا يعني ما كدفع الطلاق، وكيكونوا عارفين الناس اللي خدامين في محكمه الاسره ولا القاضي، ف
فقاضي الأسرة فكيقول كيدير محاولة صلح أولى، محاولة صلح ثانية، من بعد عاد كتبدا الإجراءات ديال الطلاق الرسمية يعني النهائية، لأنهم ما تيبغيوش الطلاق، راه قضاة ديال الأسرة ما تيبغيوش الطلاق، ما تيبغيوش واحد، كاين واحد الطفل غيتشرد مازال ما تزاد في الحياة، هذا ما كان. اذا بالنسبه لليسرى، دفعت الطلاق ولا ما دفعتوش؟ راه غادي الدار، غادي الدار هذا الطلاق. باش نكون واقعيين، صافي هي مصممه، قالت انه ما غاديش نزيد نعيش معاه، ما غاديش نزيد يعني صافي، ولات كتكره هو بحكم ديك الخراجات اللي كيدير، هو مستحليها، لاقي المشاهده، لاقي المتابعين، غدا ولا بعدو شتي غيطلقوا غيسالي الامر. يسرى راه عندها باش نكون واقعيين، يسرى راه تدير فيديوهات وبشهاده ديال الناس اللي كيدعموه، انه المحتوى ديالك تمشي فيه مزيان. نتمنى منها ان تحبس الرد معاه، دير داكشي، تشارك مع الناس داكشي اللي كدير، وما تعاودش تذكروا كاع وتحطوا سطل بلا ترقيب، لان هاد خونا هذا مسير في حالها في حال ما، حتى الطريقه ديال الهضره فيها التفتيف، سيد كيقفقف وكيتفتف غير بوحدو. باش نكونوا واقعيين، الان محاولات كثيره باش يبينوا ان زهير مظلوم، لان يسرى باش نكونوا صريحين هرسات لك ماشي التلفازه، المصداقيه ديالك عن طريق انك تخرج كتهضر بعفويه وبداكشي اللي كاين. وخير دليل راه قالتها لك تيسرى، قالت لك علاش هذيك الناموسيه ما صورتيها صيفطيها، كنتي تصورت التلفازه وتصيفطها. اذا بلا ما نهضروا بزاف، كلشي واضح للمتابع، يستعمل غير العقل ديالو ويبعد على الحقد. كاين الناس اللي ما عندهمش مع يسرى، ولكن مثلا انا كاين افعال واقوال تيقولهم هاد الزوج ما 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 عندها الاساس لها راسه، ولكن ما عندي به حتى شي مشكل. انا انتقد والصلاه على النبي. بالنسبه ليسرى الخوت، القضيه ديال الطلاق دفعته اليوم ولا غدا ولا بعده، لان كنت يقول لك ان ما عندهاش لاكارت، فهي عاد تصايب لاكارت وراه كتبات علينا انها ما دفعتش، هذه كتبقى خصوصيات ديالها. دفع لاكارت، دفع الطلاق، ما دفعوش الطلاق، غيكون هذا الشيء هو اللي كيبان ليا الا بقات الامور غدا على هذا الحال، لان هذا السيد حتى انه ملي كيقول انه بغيت نتفاهم انا وياها، بغيت نهضر معها، وتيطلعوا قنوات تيقول لك انه راه غيرجع ليها وغيدير وغيفعل، وراه الزهير باغي الصالح باغي كذا، فهو غير كيأثروا عليه القنوات والناس اللي كيسيروه في الخاص، ماشي عنده واحد القرار ذاتي كيتاخده هو باش انه يمشي فيه مهما وقع. باش نوضح لكم، فلهذا كذلك يسرى القضيه ديال دفع الطلاق لا ما دفعتوش، راه ما عندهاش لاكارت. العلم لله انا ما نقدرش ناكد لكم هذا الشيء، لان بزاف كيقول لك لا يسرى راه كذبات، راه مازال ما دفعاتش الطلاق، راه ما عندهاش لاكارت، راه كيفاش دار دفع الطلاق. شوف هذاك الشيء كيبقى شغلها، القرارات ديالها. احنا في احنا في اليوتيوب فقط كنعلقوا على داك الشيء اللي كيخرجوا به. انا بالنسبه لي يسرى من الاحسن، شوف ما بقاش فينا تزيد مع هذا السيد، هذا مصير، هذا عجبه المشاهده، هذا ركب على الموجه، هذا السيد تيكذب على الناس. السيد بدا بانه طيح عليها الباطل، شي نهار يطيح عليها شي حاجه يقول لقيتها مع شي واحد في الدار ولا شيء من هذا القبيل. فاش نكون معكم صريح، لان دائما كنشوفوا انه راه غادي في هذا التوجه. اذا دفع الطلاق ما تدفعوش، اذا ما كذبتش على شي واحد ولا طيحت عليها الباطل، دفع الطلاق راه غادي تكون لمصلحتها او لا هي تعرف مصلحتها، ما دفعتوش راه غادي تدفعوا، غادي تدفعوا مادام انها تتصيب لاكارت. ربما انه قالوا لها الطلاق خص ضروري تدفعي لاكارت، بحكم انت عندك 19 عام فخصك ضروري يكون لاكارت عندك باش انه تكمل الاجراءات ديال الطلاق. اكيد اجراءات الطلاق تاخذ واحد الوقت كبير، لماذا؟ لانه كما قلت لكم عندهم الولد، فطبعا قاضي الاسره ماشي غير تقول ليه نطلق يقول لك السلام عليكم، كيكون جلسات، الجلسه الاولى كيكون محاوله الصلح، الثانيه والثالثه هي اللي كتكون بعد ما كتصالحوا صافي كتبدا الاجراءات وكيكون الطلاق. وديك الساعه راه يسرى كتقول انه ما عندها با دير بالنفقه ديالو، لان بزاف المتابعين شوف فين شوف شي حاجه اللي هي شرعا وقانونا عندك، شوف سير دفع الطلاق عندك تبقى تباطل عليك تاخذ المتعه تحويجها انت. شوفوا كليمه ناموسيه ما خلاهاش تهزها، السيد طامع فيها اش غيعطيها، الله يهديكم يا الخوت. راه يسرى دارت مع هذا السيد واحد الزوين، خرجته من الحبس. باش نكونوا واقعيين، الناس اللي كتقولوا ونعاود نقول هذه النقطه باش يفهموها الكل، اما المتابع ديالنا راه كيفهم، حقا ما حقا انه كان باغي ورقه الزواج والطلاق باش تسمم زوجه ومطلقه. راه قلنا لكم الكل يسرى، راه نتوما اللي كتقولوا هذه الهضره كتضلوا تسبوا فيها وعارفين كل شيء. الان كتخرج معلومات من قنوات من متابعين، جيبوا فم وقول عاش من يسرى الزواج، شنو غدير
الورقه ديال واش كاين في شي قانون ان خصك تزوجي وتطلقي الا كنتي درتي واحد الغلط مع شي ولد؟ ما كاينش. هذا اللي غيتزوجو صراره كاينه في اليوتيوب، لا قبلها عليها راه غيقبل عليها كما هي، كيما قبل عليها الزهير النهار الاول. الان ولات خايبه، ولات كديه البيران، ولات كدير مع هذا الشيء ما كانش عارفه هو، هو كيعاود انه كان عايش وسط هذا الشيء هذا. فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا هذا ما كان الخوت، تحياتي لكم، شكرا لكم، جمعه مباركه، تدخل عليكم الصحه والعافيه. اما بالنسبه للطلاق راه شرحت لكم، شوف انا ما عنديش مشكل تدفعوا ولا ما تدفعوش، هو الطلاق هو الحل الوحيد باش انه يحبس هذا الشيء. هذا الزوير عنده واحد 3 شهور تسنى الورقه ديال الطلاق، الله يعاون الله يعاون، ولا يبدا ثاني يقول لهم لا ما بغاش يعطيني ولدي وانا خصني نشوف وتزاد وكذا وطاطاشي. هادشي شوف الانسان اللي كيبني قناته على المشاكل دائما كترجع للور باش نجيكم من الاخر. فهذا ما كان الخوت بالنسبه للطلاق، راه شرحت لكم انا ما عنديش مشكل دفع الطلاق ولا ما دفعتوش، المهم هي قالت دفعته وهي مازال غادي دير لايفات وغادي توضح هادشي وفي الوقت اللي بغات، حيت تنشوف من تيدير شي واحد لايف تيجي ولاد شحيبر وفين هو الطلاق اللي قلتي وانت سوقك وانت شغلك وهي حياتها ما بغاتش تقول. انا انسان مريض صاحبي، المتابع خصو يكون ما تتحملش هذيك البنت ما تدخلش عندها كاع، هادشي اللي كنعرف. كنشوف يسرى كيطلع معها 9300 وكيمشيو قنوات اخرين كيقولك عائله ديال الشوها قاطعوها، وانا تنشوفكم ان في اللايف ديال يسرى 9300 معها في المباشر وبنادم تيكتب وفار عدو يدو تضرهم، وفي الاخير تيمشي شوف حتى منين يولي المتابع القاطع ديال الشحيبر يعني قمه في النفاق. فما بقى ما تقول على القنوات اللي كيربحوا الادسنس، واحد ما عنده لا ادسنس لا والو كيكتب وكيمشي لقناه اخرى، والله الا خاصنا المقاطعه هاد العائله المشوهه. وعلاش كتفرجوا القنوات براسهم؟ نكونوا واقعيين، كاين قنوات كيديروا محتوى ماشي هو هذاك، ما كيهضر عليهم حتى شي واحد ما تيجيبوش المشاهده. بنادم تيهضر عليهم مقاطعه خاصنا نقاطعوا، وهو تيمشي يتفرج باش يدير فيديو. فلا حول ولا قوه الا بالله. متابعينا الاعزاء، السلام عليكم.